وقوفا على مدى احترام الإجراءات الأمنية بالموانئ، تفقد وزير النقل الزهراني مخازن ميناء الجزائر، أن أكد صلابة الترسانة القانونية التي تحوزها الجزائر في مجال التعامل مع المواد الخطيرة. الأوردونانس 75/40 هذا قانون 75/40 اللي يمنع بات تخزين المواد الخطيرة في الموانئ. منع بات، ماهوش ممنوع برك ولكن منع بات، وهذا القانون هذا مطبق في جميع الموانئ، ماشي غير في ميناء الجزائر، مطبق على مستوى جميع الموانئ، وهذا الشيء يخلينا نكونوا مرتاحين. الوزير وبعدما جاب مختلف أقسام الميناء حذر من خطورة تجاوزات بعض المستوردين، لا سيما فيما تعلق بالتصريحات الكاذبة والتي يصعب التأكد منها. المشكل نتكلموا بكل صراحة، البروبليم دي فوز ديكلاراسيون، كيدير اسمه في الاخر في المانيفست يكتب لك حاويه تحتوي على اسبابط، لا احذيه، وفي الحقيقه تحتوي على امور اخرى. ولا الجمركي ولا الشرطي ولا الميناء يقدروا يعرفوها، لان مش كل الميناء الحاويه اللي تجي كل نحلوها، ما نحلوش المواد، حنا نخدموا بالوثائق. هذا خطر، لازم نطرقوا ليه، نتشاوروا كيفاش نديروا المشكله هذه. وفي ختام زيارته ألح هاني على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح النشطة على مستوى الميناء قصد الإسراع في معالجة السلع العالقة مع ضرورة التقيد بالنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال.